much more talent come to golf, so please come and try it all out. احنا انديه بورت سبورتنج كلوبس موجودين في السوق المصري يمكن من 3 سنين. تواجدنا في اكتر من مشروع داخل مشاريع عامر جروب. لما كنا ابتدينا في بورسعيد في داخل مشروع هناك بورسعيد، بعديها تواجدنا في المنيا، بعديها تواجدنا هنا في الساحل الشمالي او مدينه العالمين الجديده داخل المشروعين بتوعنا اللي هم مشروع بورتو جولف مارينا وبورتو مارينا. موجودين هنا بقالنا 2 سنين، اشتغلنا السنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه دي. احنا هدفنا ان احنا يكون لينا تاثير في الرياضه المصريه وتاثير في انتشار الرياضه وتاثير في الحياه الرياضيه للمواطن المصري، اللايف ستايل، الهيلثي لايف ستايل. ونامل ان احنا نكون ماشيين على التراك الصح بتاعنا. النهارده باختصار كده اليوم اللي احنا موجودين فيه النهارده كبورتو جولف وبورتو جولف وبورتو مارينا، موجودين بكذا اكتر من حدث رياضي. الحدث الاولاني هو تواجد الاتحاد المصري للجولف عن طريق المدير الفني للمنتخبات المصريه ريتشارد مايكل مور والمدير التنفيذي للاتحاد في حاجه احنا شايفينها اللي هي اسمها المعسكر المفتوح او اوبن كامب، لكل الناس الموجودين في منطقه العالمين الجديده يقدر يمارس الرياضه لو كان بيلعبها، ويقدر يجي هنا عندنا في بورتو جولف يتعلم الرياضه لو ما كانش بيلعبها. وده من ضمن اهدافنا لانتشار الرياضات اللي هي مش واخده حقها في الرياضه عن المصريه زي الجولف وزي الرياضات الثانيه اخرى. فده من ضمن اهدافنا. الحدث الثاني المهم اللي عندنا النهارده او الويك اند دوت هو بطوله الوميناي اللي بتتلعب للموسم الرابع على التوالي في بورتو جولف، وبطوله جيرلز فوتبول بتتلعب للبنات عن طريق شركه ايمز او اكاديمي ايمز اللي هي من اكبر الاكاديميز في مصر في الحته ديت، ودوت على هامش افتتاح بورتو عالمين او المشروع بتاعنا الجديد بورتو عالمين داخل بورتو جولف. الايفنت الثالث او حدث الرياضي الثالث هو حاجه مسمينها كايتس فيستيفال. طالعين النهارده كايتس فيستيفال من كل اللوكيشنز بتاعتنا جوه الجروب. ده احتفالا بمرور 3 سنوات بورتو سبورتنج كلابس في السوق المصري. يا رب يكون ده جزء من اهتمامنا وتفاعلنا مع الرياضه ومع الاحداث. لانه الحكم من النقاط عند حكم المباراه امور تقديريه وليست امور ثابته. ففي حكم المباراه بقى في لاعب يمثل في كوره ليس هناك تلاعب، في تدخل يستحق المكافاه، في تدخل لا يستحق المكافاه، ولذلك كل هذه الامور امور تقديريه لدى حكم المباراه. وحكمنا بقى مصطفى عبد الرحيم حتى الان مميز ويقود هذه المباراه بكفاءه واحتمال. كرة في الشمال السلام بلا مبارك اللعب الموجودين لواقع الكرة الثابتة لتنس مدينة عن لعبة الجزاء. لذلك بقى اوتو ستير تأمنا وبالتأمن السلامة يا دكتور. كرة الملاعب الأمامية داخل منطقة الجزاء الاستلام والمباراة وأمام الكورة الإشارة لمصطفى عبد الرحيم بالضربة الرجلية. ما شاء الله شوف عبد الرحيم فين، شوف حتى باللقاء فين قريب يا دوبك 5 6 يا طقطق اللياقه البدنيه، واضح ان هو متغطي كويس ما شاء الله حتى في المباراه. كابتن مصطفى عبد الرحيم واللي تمام بيتطعم بتقديم الكوره حتى في المباراه ملم بكل التفاصيل، حتى الكوره اللي لقى فيها التوازن بتاعها غير طبيعي امر على طول بتقديم الكوره حتى في اللقاء مصطفى عبد الرحيم اللي بيدير هذه المباراه. كاميرا كتير على الطريق بتاع المنتخب المصري.